أنا المهندس محمد وردي، خريج كلية التصميم والإنتاج، المقيم في النرويج حاليا. اليوم راح نبدأ بسلسلة تعلم برنامج السوليد ووركس. برنامج السوليد ووركس راح أقوم بتعريفه هلا بهذا الفيديو. برنامج السوليد ووركس هو عبارة عن برنامج تصميم ميكانيكي ثلاثي البعد، بيعمل تحت بيئة مايكروسوفت ويندوز، وتم تطويره من قبل شركة داسو سينسمس سوليد ووركس كروب بفرنسا. بيستخدمه تقريبا شي 2 مليون مهندس ومصمم بأكثر من 165 ألف شركة، وفي بعض الجامعات اعتمدت عليه كمادة علمية لمنهاج الجامعة، مثل في 3 جامعات ألمانية اعتمدت عليه، وفي وكالة أبحاث الفضاء الأمريكية ناسا كمان عم تعتمد عليه بالعمل. السبب إنه هو في سهولة النمذجة وتحريك النموذج واختباره، هذا الشيء دفع كثير من الشركات تعتمد عليه. ما رح نطول عليكم، رح نبدأ بشرح البرنامج. هلا بالبداية بيكون في عنا من هون بنقوم بفتح ملف جديد، فنحن بنقوم بفتح بارت، وفي اسيمبلي بيكون، وفي بيكون دراوينج. البارت بنقوم برسم ملف واحد، الاسيمبلي بنقوم بعملية تجميع لعدة بارتات، والدراوينج بيكون فيه مخططات 2D، وبنقوم بتشكيل المخططات، وفينا نشكل منها ملف PDF ونقوم بإرساله لعملية التصنيع. رح نبدأ بالبارت. هلا هون بنلاحظ مساحة العمل اللي رح تكون، وهون رح نقوم بعملية التصميم، وكل عملياتنا رح تكون بهي المساحة. أما بخصوص شجرة التصميم، فمنلاحظ إنه هون في عنا ماتيريال، ومن هون بنقوم بإضافة المادة، وهون السطوح. فعنا فرونت بلين، توب بلين، رايت بلين، وهون مبدأ الإحداثيات بيكون. نحن وقت اللي ندخل على مستوى بنحط له سكتش مثلا، وهذا سكتش ممكن نرسم عليه خطوط بيانية أو دوائر، ونربطه بالنسبة لمحور الإحداثية. بالنسبة لشريط الأدوات، فهذا شريط الأدوات موجود تقريبا كل البرامج التصميمية، وهون عندنا القوائم اللي نحن رح نعتمد عليها. وهون عبارة عن تقريبا، بالنسبة لموقع السوليد ووركس، يعني عبارة عن 12 دورة بتكون مختصة فيها. فإذا نقرنا مثلا باليمين، أي وحدة منين بيطلع لنا أسماء مجموعة من الأوامر اللي نحن فينا نعتمد عليها بعمليات التصميم. هلا للبداية نحن بكفينا نشتغل على الفيتشرز وسكتش لحتى نشكل بالبداية بارتات، وبعدين ممكن ننتقل على السطوح، وممكن ننتقل على اللحام وعلى القوالب وإلى آخره يعني. لكن خطوة خطوة نحن راح نبدأ، وهذا بيكون الدرس الأول. بتمنى تكونوا استفدتوا، ونحن راح نبدأ ب الأوامر تكون تفصيلية وموضحة وقصيرة وفعالة إن شاء الله.